أحسن الله إليكم. في سؤال آخر تقول: إذا استدنت من شخص دينا لمدة شهر أو سنة مثلا، فاشترط علي إذا رددته أن أعيده وزيادة من المال معه معينة، فهل يجوز هذا؟ هذه هي الطريقة المعروفة عندنا في الدين، تقول ذلك. الدين قرض؟ نعم. سلفة؟ نعم. القرض لا يجوز اشتراط الزيادة فيه، لأنه ربا صريح. زيادة اشتراط الزيادة في القرض ربا صريح، وفي الحديث: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع العلماء رحمهم الله على تحريم اشتراط الزيادة في القرض، لأن المطلوب من القرض هو الأجر والثواب لقضاء حاجة المسلم وإعانته على حوائجه، ثم يرد ما مقدار ما اقترض إلى المقرض. فالقرض هو دفع مال المحتاج ينتفع به ثم يرد بدله، ويكون قصد المقرض نفع المحتاج والاحتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، ويعود إليه ماله. ليس المقصود من القرض هو الاستثمار، لأن الاستثمار له طرق مشروعة غير القرض. فهذا العمل الذي ذكرته السائلة لا شك أنه ربا صريح. نعم.